الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. توقع وزير النفط حسين عبد الجبار أن تتراوح أسعار النفط الخام في السوق العالمية بما يزيد على $100 للبرميل خلال بقية هذا العام، مبينا أن العراق يستعد لتصدير 4 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2023. وأكد عبد الجبار أن أسعار النفط ستبقى على هذا المستوى العالمي لعدة سنوات قادمة، حيث أشار إلى أن هذا يتطلب تواصل جهود البلدان المنتجة للنفط ضمن منظمة أوبك بلس في تحقيق الموازنة ما بين التجهيز والطلب. هذا وأكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية للطاقة أن أوبك تعمل مع روسيا ومنتجين آخرين لاسترجاع معدلات التجهيز بشكل تدريجي، تماشياً مع عودة اقتصاديات العالم والطلب على الطاقة إلى حالتها الطبيعية بعد تراجعها خلال فترة جائحة كورونا. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط 16 عجلة مخالفة وإحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام بمبلغ 23 مليون دينار في ميناء من القصر الأوسط. وذكرت الهيئة في بيان أن مديرية منفذ ميناء من القصر الأوسط تمكنت من ضبط 16 عجلة محملة بمادة حديد شلمان بوزن إجمالي بلغ 480 طن خارج الحرم الجمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب. وأضاف أنه من خلال إجراء الكشف والتدقيق للمواد والمعاملة المنجزة في نقطة البحث والتحري تبين بأن البضاعة التي ضبطت غير مطابقة مع ما هو مثبت في إجازة الاستيراد ولم ترد في كتب إعفاء هيئة الاستثمار الوطنية في محاولة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية والضريبية. تعرضت مزارع محصول الرقي قرب بحيرة حمرين أقصى شمال شرق محافظة ديالى بشكل غير مسبوق إلى هجمات مكثفة من قبل قطعان الخنازير البرية المعروفة بالخنازير الرمادية. وقال عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية محمد خليل إن أعداد الخنازير البرية في ديالى ارتفعت بشكل كبير، خاصة وأن عمليات مواجهتها توقفت منذ عام 2003. وأضاف أن الخنازير البرية تنتشر حالياً في 8 مقاطعات زراعية في ديالى، وهي بالفعل مصدر للإضرار بالحقول، لكنها تشكل خطراً أيضاً على حياة الأطفال والنساء في بعض الأحيان. لم تتمكن تونس هذا العام من الاقتراب من تحقيق أهدافها بجمع محصول حبوب لا يقل عن 18 مليون قنطار، حيث لم تخطط الكميات المجمع نحو 7 ملايين قنطار رغم اقتراب موسم الحصاد من نهايته. وتبعد أرقام الكميات المجمعة من مختلف أصناف الحبوب في تونس عن تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي من الحبوب، حيث لا تزال البلاد محتاجة إلى توريد ما يزيد عن 1/3 الاستهلاك المقدر إجماليه بنحو 32 مليون قنطار. وقال عضو منظمة المزارعين المكلف بزراعة الكبرى محمد رجابية إن الكميات التي سيتم تجميعها لن تتجاوز 10 ملايين طن طوال الموسم في أحسن الحالات، وهي أرقام بعيدة كل البعد عن الاكتفاء الذاتي. تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم متأثرة بجهود البنك المركزي العالمي لكبح التضخم وقبل الزيادة المتوقعة في مخزونات الخام الأمريكية مع ضعف الطلب على المنتجات. وانخفضت أسعار خام برنت لشهر أيلول لتبلغ $106 للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر آب ليبلغ $103 للبرميل. هذا وكانت أسعار النفط قد تراجعت في الجلسة السابقة على خلفية تراجع العرض من جهة وتصاعد العقوبات الغربية على روسيا ورغبة محافظي البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
كتاب موجز، إلى اللقاء.